في عيدها الخمسين شيفال سام تحقق حلمها. أخيراً قدرت شيفال سام تحقق حلمها وتحتفل بهالوين في المكسيك، وشاركت هالإكسبيرينس على إنستغرام، فنشرت صور بهاللوك اللي اختارته وفيديو هي وعم ترقص على شوارع المكسيك. والملفت انها نشرت هالبوست بالتزامن مع عيد ميلادها اللي بيصادف في 11 نوفمبر، وكتبت بما معناه: من المثير جدا ان اكون على هذا الكوكب لمدة 50 عاما، انا احب قصتي بحلوها ومرها، كان حلمي الاكبر كل هذه السنوات الاحتفال بالهالوين في المكسيك، هذا العام حققت هذا الحلم في سن نصف قرن، استطيع ان اقول انني حظيت بافضل اجازة في حياتي. والكل صار بيحب الانرجي اللي بتملكها شيفال سام والبوزيتيف فايبس اللي طاغية على صفحتها على انستغرام اللي بيتابعها عليه أكثر من 3 مليون فولورز. ولهيك الأكيد الكثير ما رح يصدقوا إنه صار عمرها 50، خاصة اللي بيتابعها وبيشوف ستايلها واللوكس اللي بتعتمدها، فدايماً بتعطي الطابع اليونغ والفريش إن كان خلال حضورها إيفنتس أو حتى في حياتها اليومية ومغامراتها. وأكيد الكل صار ينطر تيشوف شو لابسة، خاصة بعد شخصية إندر اللي رسمت بذهن الكثار صورة المرأة الأنيقة والكلاسي. وإندر هي الشخصية اللي لعبتها شيفال في مسلسل التفاح الحرام اللي تابعه الجمهور العربي على مدى سنوات، فصحيح أنه شيفال هي من أشهر النجمات التركيات، بس ما حدا فيه ينكر الجماهيرية الكبيرة اللي حققتها بالسنوات الأخيرة في العالم العربي بسببه. هذا غير زيارتها إلى لبنان وتكريمها في الميوركس دور وغنائها للسيدة فيروز. يا أمر أنا ويا في اللي ما بيعرفوا الكثير إنه شيفال مش بس ممثلة، إنما كمان مغنية وبتحقق نجاحات كثيرة بحفلاتها الجماهيرية.